ازداد خلال السنوات الأخيرة الاستخدام المفرط للطائرات المسيرة المفخخة، وباتت تشكل خطراً متصاعداً على الاستقرار في الشرق الأوسط. الهجوم على مطار أبو ظبي ومنطقة المصفح سلط الضوء مجدداً على هذا الخطر، خاصة وأنها ليست الهجمات الأولى التي تقوم بها ميليشيات موالية لإيران في المنطقة بالطائرات المسيرة. وفي تقرير نشرته وكالة أنباء بلومبرغ، أكد أن الطائرات المسيرة حلت محل الآلاف من الجنود على الأرض عبر عناصر تحكم خلف أجهزة الكمبيوتر في قواعد بعيدة للغاية عن الهجمات الجوية التي يشنونها. ووفقاً للتقرير، فإن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم الأخير الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وسبقها تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال إيرانية الصنع. وما يزيد من القلق هو ظهور طائرات صغيرة ومتواضعة الإمكانيات ورخيصة الثمن يمكن لجماعات إرهابية متطرفة الحصول عليها بسهولة وتفخيخها واستخدامها في شن هجمات. فراس حمزة، العربية.